السلام عليكم. أنا أيوب سعود، الحاصل على الرتبة الأولى بجامعة مراكش أسفي، شعبة العلوم الرياضية بأخير الفرنسي بمعدل 1937. هذا الإنجاز هو ثمرة مجموعة من الحوايج، في الأول هو بفضل الله، ومن وراء بسبب مجهودات الوالدية اللي وفروا لي جميع الظروف من طيلة المشروع الدراسي تاعي، وكذا الإخوة تاعي اللي شاركوا معايا الفرحة، وكنشكر كذلك جميع الأطر التربوية والإدارية كاملة اللي وفرت لنا جميع الظروف باش نقربوا ونتميزوا في الدراسة تاعنا. في المستقبل ناوي نكمل في لاكاس بريباراتوار، و إلي يسر ليا في ليست دكسلونس نمشي لها إن شاء الله. بالنسبة للناس اللي جاتهم استدراكية، كنظن بلي راه عندكم واحد الفرصة تانية باش ما نضيعوش العام. كنظن بلي باقي عندهم الوقت الكافي باش يقراو ويبريباريو، و الله يوفق ليهم ان شاء الله. وبالنسبة للناس اللي بيعودوا العام، راه كنظن بلي ماشي مشكل، بلي تما جاتهم واحد الفرصة تانية وجاهم عام كامل باش يتميزوا ان شاء الله ويجيبوا مواد مزيانة.